وعم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقى اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صح الحاجه خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش وتتخض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عامله ايه؟ الحمد لله. دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. ليه؟ اتعرفت بيه؟ هشرب ينسون. ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انتي. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب 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 اللي حصل زينب باينني اغمى عليا. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي معايا. على مهلك يا زينب، حازم الازاز. على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيب يا محروس. هو اليوم من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت هشام ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرعي عيب. ما تولع على الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج. أنا غلطت. كانش ينفع أقتل الواد اللي كان خاطبها ده. أنا يا رب البيل اللي اختصت في قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا إيه؟
في ايه يا عم؟ ايه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلم اللي احنا فيها. هو صاحبك سابنا اساسا وراح فين؟ اختك هي السبب عشان اتجوزتها وهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيله. عسليه هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسليه هتعاون معاها ازاي؟ يا خبتك يا راشد. بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسليه؟ طب عليا النعمه، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت احسن. الحياه ما تلذش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخويا؟ انا عمري ما اتمنيت حاجه بجد وحصلت. اه عارفه. تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش. والنبي انت ما عندكش دم. الفل عليكم. انت اتاخرت ليه يا اخويا؟ اه معلش اتاخرت حبتين، كنت بجيب لك هديه يا رب تعجبك. هديه؟ اه هي مش موضه قوي بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوه يا اخويا. ايه رايك؟ حلوه. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا وبينوا، احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. والسمع يا والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم. جميل. دي انتك ايه؟